ناهيك على استثماراتنا الخارجية. هذه الاستثمارات تراكمات صار لها سنوات كانت تبدي من الخمسينات إلى اليوم. السؤال ما هي قيمتها المضافة إلى دولة الكويت؟ هذا السؤال وايد مهم في حين إحنا قاعدين ونستقطع هالعشرة في المية صار لنا سنوات. السؤال يطرح نفسه متى هذه الاستثمارات تكون رافد للاقتصاد الوطني كإيراد مع النفط وإيراد لخدمات أو تأجير أراضي الدولة؟ السؤال وين المنظور الاقتصادي؟ إحنا ما قاعد نشوفه، لا قاعد نشوفه من جانب السلطة التنفيذية ولا قاعد نسمعه من السلطة التشريعية.